فمتى يكون الطلاق واجبا ومتى يكون محرما ومتى يكون مباحا ومتى يكون مندوبا إليه؟ الطلاق مختلف في حكمه، وإن كان المتفق عليه أنه في أصله مكروه. الحنابلة قالوا إن الطلاق قد يكون واجبا وهو طلاق الحكمين في الشقاق بين الزوجين إذا رأيا أنه هو الوسيلة الوحيدة لقطع الشقاق، وكذلك طلاق المولي أي الذي حلف على زوجته ألا يقربها 4 أشهر، كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وقد يكون محرما وذلك لغير حاجة لأن فيه ضررا، والإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، وإن كانت بقية المذاهب تجعله مكروها. يقول الحنابلة قد يكون مندوبا وذلك إذا فرطت الزوجة في حقوق الله كالصلاة ولا يمكنه إجبارها عليها، أو قد تكون غير عفيفة. وقال الحنابلة أيضا قد يكون الطلاق مباحا إذا احتيج إليه لسوء عشرة الزوجة والتضرر بها، ومهما يكن من شيء فالأفضل عدم اللجوء إليه إلا عند الحاجة الملحة والضرورة القصوى، والله أعلم.